التمرين اليوم يتعلق بمباراة ناترول، كاين صيغة ثانية لهذا التمرين هذا وهي لعطينا الألفا قيمة 2 وبيتا عطينا القيمة 3، دونك حنا نفضلو نخدمو بهاد الصيغة العامة ديال هاد التمرين هذا. وعطينا الدالة، دونك الصعوبة هي نبينو ان جي متصلة على المجال المغلق 0A وقابلة للإشقاق على هذا المجال المفتوح 0A. دونك بداو لنا بقابلية الإشقاق، لأن كانت قابلة للإشقاق على هذا المجال المفتوح 0A فهي متصلة عليه، دونك غيبقى لنا فقط نبينو ان جي متصلة على يمين 0 متصلة على يسار 1. دونك نبداو، ليكون ألفا وبيتا عددين جذريين غير منعدمين، نعتبر إف دالة عددية قابلة للإشقاق على المجال المغلق 0A، بحيث إف دو 0 كتساوي 0، وما يكون إكس كينتمي من المجال المفتوح 0A فإن إف دو إكس أكبر قطعة من 0. السؤال الأول، نعتبر الدالة العددية جي المعروف بميل، ما يكون إكس كينتمي من المجال المغلق 0A فإن جي دو إكس كتساوي إف دو إكس أس ألفا مضروبة في إف ديال 1 ناقص إكس أس بيتا، بين أن جي قابل للإشتقاق على المجال المفتوح 0A. دونك لنبين أن جي قابل للإشتقاق على المجال المفتوح 0A. دونك بما أن جي عبارة عن جداء دالتين، دونك غنبينو أن الدالة اللي كتربطنا إكس بإف دو إكس أس ألفا قابل للإشتقاق على هذا المجال، نفس الشيء بالدالة اللي كتربطنا إكس بإف ديال 1 ناقص إكس أس بيتا. دونك لدينا اف، دونك فهي قابلة للاشتقاق، نرمز لها بهذا الرمز، قابلة للاشتقاق على المجال المفتوح 0A حسب معطيات التمرين. ولدينا مهما يكون اكس كينتمي للمجال المفتوح 0A فاف دو اكس أكبر قطعا من 0، ومنه فالدالة اللي كتربط لنا إكس بإف دو إكس أس ألفا فهي قابلة للإشتقاق على هذا المجال المفتوح 0. دونك نفس الخطوات مع هاد الدالة اللي كتربطنا اكس باف ديال 1 ناقص اكس اس بيتا، غير ان هادي عبارة عن مركب دالتين. دونك لدينا اف قابلة للاشتقاق على المجال المفتوح 0A، ولدينا كذلك الدالة اللي كتربطنا اكس بواحد ناقص اكس فهي كذلك قابلة للاشتقاق على هذا المجال المفتوح 0A. ولدينا مهما يكون اكس كينتمي للمجال المفتوح 0A فإن واحد ناقص اكس كذلك كينتمي واحد 0A، ومنه فالدالة اللي كتربط لنا اكس بإف ديال 1 ناقص إكس فهي كذلك قابلة للاشتقاق على هذا المجال المفتوح 0A. دونك بقى لنا نبين أن هذا بما أن إف ديال 1 ناقص إكس كذلك أكبر قطعة من 0، وبما أن مهما يكون إكس كينتمي للمجال المفتوح 0A فإن إف ديال 1 ناقص إكس أكبر قطعة من 0، فإن الدالة اللي كتربط لنا اكس باف ديال 1 ناقص اكس الكل اس بيتا كذلك قابلة للاشتقاق على المجال المفتوح 0A، ومنه فالدالة دالة جي اللي كتربط لنا اكس باف دو اكس أس ألفا مضروبة في إف ديال 1 ناقص إكس أس بيتا قابلة للإشتقاق على هذا المجال المفتوح 0A كجداء دالتين قابلتي الإشتقاق على المجال. دونك قبل ما نبينو هذه في السؤال الثاني، دونك خصنا نبينو أن جي متصل على المجال المغلق 0A. دونك لدينا جي قابلة
للاشتقاق على المجال مفتوح زيرو ان، ومنه فجي فهي متصلة على هذا المجال مفتوح زيرو ان. بقي أن نبين أن الجي متصلة على يمين الصفر، متصلة على يسار واحد باش تكون متصلة على المجال المغلق زيرو ان. يعني لدينا، بما أن هذا الجي هي عبارة عن جداء دالتين، دونك لدينا ليميت لما اكس يؤول زيرو، حيث اكس أكبر قطعة من زيرو، ديال اف دو اكس أس ألفا كيساوي لنا اف دو زيرو الكل أس ألفا. دونك فالجي فاف هذا، دونك الدالة اللي كتبنا اكس باف دو اكس أس ألفا فهي متصلة دونك على يمين الصفر. وبما أن الليميت لما اكس يؤول للزيرو، فقلنا لا زيرو بليس ولا زيرو موين، دونك الزيرو ديال هذا اف ديال واحد ناقص اكس الكل أس بيتا كتساوي لنا اف دو ان الكل أس بيتا، دونك كتعطينا واحد العدد. ومنه فالليميت لما اكس يؤول زيرو، حيث اكس كيؤول زيرو دونك اكبر قطعة من زيرو، ديال جي دو اكس كيساوي لنا اف دو زيرو اس الفا مضروبة في اف دو ان اس بيتا، دونك كيساوي لنا جي دو زيرو. وبالتالي فالجي متصلة على يمين الصفر بالمثل بالنسبة على يسار الواحد. هنا فقط غير تقالبوا الأدوار، باش غتعوض هنا بالليميت لما اكس يؤول لواحد، هنا غتعطيك هذه واحد ناقص واحد هي الزيرو، دونك عندنا هنايا اف دو زيرو راه كتساوي زيرو، وهذه غتعطيك اف دو واحد أس ألفا، وهذا تعطيك اف دو زيرو أس بيتا. دونك أدوار فقط غتقلب. دونك بنفس الطريقة غنبينو أن جي متصلة على يسار واحد، ومنه دونك بالتالي فالجي فهي متصلة على المجال المغلق زيرو ان. دونك ناخدو صفحة جديدة. دونك لدينا، دونك ثانيا باش نستنتجو هاد النتيجة، لدينا جي متصلة على المجال المغلق زيرو ان، و جي قابلة للاشتقاق على المجال المفتوح زيرو ان. دونك نحسبو المشتقة قبل ما يعني نحتاجها. دونك لدينا مهما يكون اكس كينتمي للمجال المفتوح زيرو ان، فجي عندنا جي دو اكس كتساوي لنا اف دو اكس اس الفا مضروبة في اف ديال واحد ناقص اكس اس بيتا. دونك بالتالي فجي بريم دو اكس مشتقات جداء دالتين، دونك غنشقو هادي، دونك غنزلو بهاد الالفا مضروبة في اف بريم دو اكس مضروبة في اف ديال اف دو اكس اس الفا موانزا مضروبة في هاد اف ديال واحد ناقص اكس الكل اس بيتا. اشتقينا بارابور هاد الدالة الاولى، الان نستقو بارابور هاد الثانية، دونك ما يكفيناش المكان نضطر ننزل هنايا. دونك إذا استقينا بعد هادي مركب دالتين غنشقوها تعطينا موان موان، دونك هنا موان بيتا نزلو بهاد الأس، ف اف بريم ديال واحد ناقص اكس ديال الدالة مضروبة في اف ديال واحد ناقص اكس دونك كل أس بيتا موان ز كتساوي لينا. دونك كنلاحظو أن يمكننا نعمل عندنا هنا، لا عفوا
مضروبة في هاد اف دو اكس بعدا باش ما ننساهاش، اف دو اكس اس الفا، لان مشتقات جداء دالتين. عندنا هنا اف دو اكس اس الفا موازاه، وعندنا هنا اف ديال اكس اس الفا، دونك يمكننا نعملو ب اف دو اكس اس الفا موازاه. عندنا هنا اف ديال واحد ناقص اكس اس بيتا، عندنا هنا اف ديال واحد ناقص اكس اس بيتا موازاه، دونك يمكننا نعملو ب اف ديال واحد ناقص اكس اس بيتا موازاه. دونك شنو غيبقى لنا هنا؟ غيبقى لنا الفا في اف بريم دو اكس مضروبه في اف ديال واحد ناقص اكس، لان عندنا هنا اس بيتا، غنا عملنا باف ديال واحد ناقص اكس اس بيتا موازاه. هنا ناقص، هنا غتبقى لنا موان بيتا مضروبه دونك مضروبه في اف بريم ديال واحد ناقص اكس. دونك هنا شنو فوالا، يمكن ما يكفينيش المكان، دونك غنضطر دونك ناقص. قلنا شنو غيبقى لنا؟ غتبقى لنا موان بيتا فمضروبة اف ديال بريم ديال واحد ناقص اكس مضروبة دونك عملنا هنا بإف، دونك مضروبة في اف دو اكس، اف دو اكس دونك نزيد هاد القوس هذا. وبالتالي الآن نحسبو جي دو زيرو، ولدينا جي دو زيرو كيساوي لنا، دونك جي دو زيرو نرجعو لهنايا كيساوي لنا اف دو زيرو اس الفا مضروبة في اف دونك ديال واحد اس بيتا، كيساوي لنا زيرو، لأن اف دو زيرو كيساوي لنا زيرو. و جي دو ان كيساوي لنا اف دو ان اس الفا مضروبة اف دو واحد ناقص واحد، نعوضو اكس بواحد دونك غيعطينا، نعوضو هنا واحد ناقص واحد غيعطينا زيرو، دونك اف دو زيرو اس بيتا، دونك هذا كيعطينا زيرو، دونك كتساوي لنا زيرو. ومنه حسب مباراة، حسب رول مباراة رول، فيوجد واحد سي كينتمي المفتاح زيرو ان تلك جي بريم دو سي كيساوي لنا زيرو، دونك المشتقة جي بريم دي اكس كتنعدم اذا فقط اذا نعدم هذا التعبير، لان هذا قلنا هذا مهما يكون اكس، مهما يكون اكس كينتمي للمجال المفتوح زيرو ان، فان اف دي اكس اكبر قطعه من الزيرو، دونك ما كينعدمش. دونك هذا التعبير اللي عندنا هنا في المشتقه هذا ما كينعدمش، هذا اف ديال واحد ناقص اكس قلنا حتى هو كينتمي، دونك واحد ناقص اكس كينتمي للمجال المفتوح زيرو ان، بالتالي فاف ديال واحد ناقص اكس كذلك اكبر قطعه من الزيرو، ما كينعدمش. دونك شكون اللي كينعدم؟ كينعدم من هذا التعبير هذا، ومنه فيوجد، ناخد صفحة جديدة، دونك يوجد سي كينتمي للمجال المفتوح زيرو ان تلك، قلنا جي بريم دو سي كتساوي لنا زيرو، أي أنه يوجد واحد سي كينتمي للمجال المفتوح زيرو ان، قلنا التعبير اللي كينعدم هو هذا الفا، هاد التعبير الفا في اف فين، هاد التعبير هذا الفا في اف بريم دو سي مضروبة في اف ديال واحد ناقص سي.
ناقص بيتا مضروبة في اف بريم ديال واحد ناقص سي مضروبة في اف دو سي، هو التعبير اللي كاين عاد. كالكو الفا مضروبة في اف بريم دو سي مضروبة في اف ديال واحد ناقص سي ناقص بيتا مضروبة في اف دو سي مضروبة في اف بريم ديال واحد ناقص سي كيساوي لنا زيرو. اي دونك يوجد واحد سي كينتمي لمجال مفتوح زيرو ان تلكو دونك الفا مضروبة في اف بريم دو سي على دونك كتساوي لنا مضروبة في اف ديال واحد ناقص سي كتساوي لنا هاد بيتا دو على الطرف هذا مضروبة في اف دو سي مضروبة في اف بريم ديال واحد ناقص سي. اي ان دونك يوجد واحد سي كينتمي لمجال مفتوح زيرو ان تلك دونك الفا في اف بريم دو سي هذا اف اف دو سي رجع لها الطرف على اف دو سي كتساوي لنا دونك بيتا مضروبة في اف بريم ديال واحد ناقص سي على اف ديال واحد ناقص سي، ومنه المطلوب كنكون بينا هادي هادي راها اف بريم دو سي هادي هي اللي اف دو سي. دونك شكرا لكم على المتابعة، ونلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم.